بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع قضايا وردود. قضيتنا اليوم هي التركيبة السكانية في الكويت، وهي قضية شغل موضوعها الباحثين وواضعي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على مدى زمني طويل قبل الاحتلال. وعادت تلك القضية لتلقي ظلالاً تدعو للقلق وتستدعي الاهتمام، وهذا ما جعل جمعية الخريجين تضعها ضمن الأولويات المتقدمة لبرنامج قضايا وردود. سنحاول في حلقة اليوم تسليط الضوء على حقيقة مشكلة التركيبة السكانية في الكويت، حجمها، أبعادها، درجة تعقيدها، ووسائل وسبل حلها. ويسعدنا أن يشارك في بحث القضية بقضية التركيبة السكانية في ندوتنا اليوم كل من الأخ جاسم العون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وسهلاً الأخ الدكتور خلدون النقيب أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، الأخ الدكتور محمد صباح السالم المدرس في قسم الاقتصاد جامعة الكويت وعضو المجلس الأعلى للتخطيط، حياكم الله أخوان. كما يسعدني أن أرحب بالأخ الدكتور يوسف إبراهيم اللي سوف يشارك معي في إدارة الحوار حول موضوعنا اليوم، فأهلا وسهلا دكتور يوسف، تفضل ابتد الحوار حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. أود أن أطرح السؤال الأول للدكتور خلدون النقيب، وهو متعلق: ما هو المقصود باختلال التركيبة السكانية؟ هل هو اختلال رقمي فقط أم هي نسبة مختلة؟ كذلك هل هذا المفهوم لاختلال التركيبة السكانية له أبعاد ونطاق أوسع من هذا الاختلال الرقمي؟ كذلك أود أن أطرح عليك السؤال حول ما هو حجم وطبيعة هذه المشكلة التي يعاني منها المجتمع الكويتي؟ شكراً. أنا سأبدأ بأن أعرف التركيبة السكانية من زاوية علم الاجتماع أو كما تستعمل في العلوم الاجتماعية، ثم أعود إلى مناقشة الطريقة التي يستعمل بها هذا المصطلح في الاستعمال اليومي وفي معترك الحياة السياسية في الكويت. ويقصد بالتركيبة السكانية عادة توزيع سكان مجتمع ما حسب فئات العمر والجنس والجنسية ومستوى التحصيل العلمي أي التعليم، والجماعات الأثنية أي الجماعات التي إذا وجدت التي أصولها غير من أصول مجموع غالبية المواطنين في مجتمع ما، وتوزيع قوة العمل والتركيب المهني والحالة الزوجية وتوزيع السكان بين الريف والحضر. بصورة عامة هذه التوزيعات المختلفة يقصد بها التركيبة السكانية، تركيبة مجتمع ما سكاني. العنصر الدينامي أو العمليات الدينامية في التركيبة السكانية هي نمو اضمحلال أو اضمحلال سكان ذلك المجتمع من خلال معدلات الولادات والوفيات، ومن خلال الهجرة الداخلية والخارجية، ومن خلال التزاوج. أغلب المجتمعات الحديثة تعتقد أن عناصر التركيبة السكانية يجب أن يحكمها نوع من التوازن، وهذا الاعتقاد مستمد من قيم ومعايير المجتمع أو الجماعات المهيمنة أو الغالبة فيه. على سبيل المثال، إذا كان حجم سكان مجتمع ما صغيرا فمن المتوقع أن تعتمد سياسات تشجع على الإنجاب، بينما في مجتمع آخر تكون زيادة السكان فيه أكبر من موارده فيلجأ في هذه الحالة إلى سياسة تحديد النسل وهكذا، وهذا ما يسمى عادة في علم السكان بالمنظم الديموغرافي. أغلب المجتمعات الحديثة لا تسمح على سبيل المثال للوفيات بالزيادة على معدل الولادات لإرجاع السكان إلى حالة التوازن المطلوب إذا زاد عدد السكان عن الحد المطلوب الذي تستطيع موارد البلاد أن تقوم به. في الغرب مثلا يقل معدل الوفيات بشكل متزامن مع تحسن الحالة الصحية، فيزيد عدد كبار السن على الشباب فيحدث خللا في التركيبة السكانية.
أما في حالة الكويت ودول الخليج فإن مصدر الخلل هو زيادة عدد المهاجرين والعمالة غير المواطنة على عدد المواطنين، ولذلك حتى تعود التركيبة السكانية إلى حالة التوازن تلجأ المجتمعات الحديثة إلى وضع سياسات سكانية عقلانية تحدد فيها متغيرات ومعدلات التوزيع السكاني، وتبنى هذه السياسات على الأولويات القومية في التنمية وفي الرعاية الاجتماعية وفي الأمن القومي وفي السلام الاجتماعي. يعني تقصد دكتور خلدون أن الخلل السكاني في مجتمع مثل المجتمع الكويتي أو في مجتمع الخليج خلل مفروض عليها من الخارج؟ بالضبط. يعني أكثر ما هو خلل بسبب طبيعي. بالضبط. نعم. بالضبط. وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى الهجرة، لكني سأتكلم عن أنواع مختلفة من الاختلالات التي تصيب التركيبة السكانية. نعم. بعد قليل. نعم. ولا أستطيع ربما الأخوين الكريمين والأخوان المشرفين على الندوة أن يمكن أن نتداول في كيف دخل من ناحية تاريخية مصطلح التركيبة السكانية في معترك الحياة السياسية والحياة العامة، لكن المصطلح التركيبة السكانية بدأ يتردد في خطط الحكومة الخمسية في السبعينات عندما بدأت تتوفر معلومات إحصائية دقيقة أو شبه دقيقة عن تعداد السكان، اتضح منها أن هناك خللا وخللا من الضخامة بحيث يحتاج كما أعلنت الحكومة نفسها إلى تدخل سريع لإعادة التركيبة السكانية إلى نوع من التوازن، ولكن الحكومة لم تنجح في السابق لا قبل الغزو العراقي ولا بعد تحرير الكويت من الاحتلال في معالجة هذه الاختلالات السكانية، لأن جزء كبير من مسؤولية هذه الاختلالات يقع على عاتق الحكومة نفسها بسبب الارتجال في الذي تتصف به السياسات السكانية إن وجدت. يمكننا أن نشخص، يعني حتى أتطرق إلى موضوع أنه الخلل في الزيادة السكانية ليس رقمياً ما أثار الدكتور يوسف، إلى عدة أنواع من الاختلالات. الاختلال الأول هو عدم وجود سياسات للنمو السكاني حسب حاجات البلاد، لا من حيث الهجرة ولا من حيث التزاوج ولا من حيث التجنيس، وإنما من حيث تشجيع الإنجاب فقط. أي مجتمع من المجتمعات يجب أن ينمو، سنة الحياة تقول أن هذا المجتمع سكان هذا المجتمع ينمو طبيعي، وبالتالي فيجب أن توضع له سياسة لهذا النمو، أن لا يترك مثل ما ذكرنا في قبل قليل غير مقيد، إنما يوضع حسب سياسة السكانية. فهذا النوع من الاختلالات، الخلل الأول. النوع الثاني من الاختلال في السياسة السكانية هو السماح باستقدام العمالة الأجنبية غير المخطط وغير المبرمج، مما أدى وما زال يؤدي إلى تحول المواطنين إلى أقلية في بلدهم حسب نموذج دبي. وأنا سأعود إلى نموذج دبي أكثر من مرة لأنه نموذج يصلح أن يكون أساساً للمناقشة. ومع الفارق البسيط أننا في الكويت وضعنا نسبة اعتباطية للعاملين غير المواطنين في الحكومة وهي نسبة 35%، وربما الدكتور محمد يستطيع أن يتكلم عن كيف توصلنا إلى هذه النسبة، لأنني لا أعلم كيف وصلنا إلى هذه النسبة. الخلل الثالث أو نوع الخلل الثالث في التركيبة السكانية هو تعطيل قانون الجنسية وتعطيل قانون العمل فيما يتصل بفئة غير محددي الجنسية، البدون، ما يسمى البدون، واستمرار وضعهم غير القانوني دون حل، مما يخلق وضعا مأساويا حقا. الخلل الرابع هو تعطيل النصوص الدستورية بشأن حرمان المواطنين بالتجنس من حقوقهم السياسية، وهو خلل يشارك مجلس الأمة الحكومة بتحمل تبعته. الخلل الخامس في التركيبة السكانية هو تذبذب سياسات استقدام العمالة الوافدة بدون تحديد لمواصفاتها المهنية والتعليمية حسب حاجات الاقتصاد الوطني، لأننا لا نعلم ما هي حاجات الاقتصاد الوطني، لا نعلم كم عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد الوطني سنويا، لأننا لا نملك سياسات توظيفية recruitment policy، هذا كله غير. وبالتالي
فيغلب على تركيبة العمالة الوافدة هي غلبة العزاب، وفي تضييق على العمالة الوافدة بعدم جلب أسرهم بالرسوم التي تفرض عليهم. ربما كان هذا موضوع في حساب توازن، أن هل يسمح العمالة الوافدة بجلب أسرها أو عدم جلب أسرها، الكلفة الاقتصادية لا أعلم إذا كانت هناك دراسات ميدانية عن تأثير كون العمالة الوافدة من العزاب على إنتاجية العمل، أنا لا أعلم إذا كانت فيها دراسات، إنما يغلب عليها العزاب على تركيبة العمالة الوافدة، وعلى عدم خضوع خدم المنازل لقانون العمل مما يحرمهم من الحماية التي يوفرها ذلك القانون. كل هذا يصب في قضية أساسية تشغلنا، تشغل كل مواطن كويتي، هو موضوع احتمال عدم الاستقرار الداخلي واضطراب السلام الاجتماعي بسبب تنافر عناصر التركيبة السكانية وبسبب الاختلالات التي مر ذكرها والتي اصطلحنا عليها بطريقة الاختزال نسميها الهاجس الأمني. فبصورة عامة كون الكويتيين يمثلون 40% الآن من السكان، قبل الاحتلال العراقي كانوا 25% أو 26%، هذه كلها نسب لابد أن توضع في إطار حاجات الاقتصاد الوطني، في إطار السياسة التنموية، في إطار الأولويات القومية، وبالتالي هناك عدة أشكال من الاختلالات في السياسة السكانية وليس نوع واحد. شكرا. طيب شكرا دكتور خلدون. ننتقل معك أبو عبد العزيز. الأخ جاسم العون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ربما الدكتور خلدون نغيب بتشخيصه لمشكلة التركيبة السكانية أو قضية التركيبة السكانية بالكويت، تطرق إلى بعض مسبباتها، ودنا أيضا نسمع منك أنت من وجهة نظرك ما هي المسببات لبروز هذه المشكلة سواء قبل الاحتلال أو بعد التحرير، وما هي أيضا مسببات تفاقمها وعدم وضع حلول لها. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كما تفضلت بخالد قبل قليل في المقدمة، بيّنت أن التركيبة السكانية مرت بمراحل، مرحلة ما قبل الغزو، مرحلة ما بعد الغزو والتحرير. حقيقة ما أريد أن أدخل في ما قبل الغزو حتى لا يضيع الوقت، مرحلة انتهت، ويفترض أن نستفيد من هذه المرحلة وأن ننمي إيجابيات على الأقل مرحلة الغزو، لكن مع الأسف هذه الإيجابيات يبدو أن كبلد ما استفدنا منها ولا استطعنا أن ننميها. الحقيقة الأسباب كثيرة جدا، ولكن أود أن في هذه العجالة أن أستعرض بعض الأسباب الرئيسية للاختلال في التركيبة السكانية. طبعا أهم نقطة في أو أهم سبب هي العمالة الوافدة والعمالة الوافدة الغير منظمة. عندنا أيضا شكل ما تطرق الدكتور أبو زيد فئة البدون أيضا، وفئة البدون طبعا ما هي الآن موضع حوارنا ونقاشنا، إنما هي سبب من الأسباب الرئيسية باختلال التركيبة السكانية. أيضا من الأسباب غياب الإجراءات المنظمة بعد التحرير. حقيقة هناك أيضا غياب أيضا التخطيط السليم بترتيب أولويات الإعمار، لأن جينا بعد التحرير ولا شك أن كثير من البنية الأساسية كانت مدمرة نتيجة للاحتلال القاشم، فأردنا الإعمار وأردنا أن نسرع بإنجاز الإعمار بالنسبة للبلد، فما كان هناك تخطيط سليم لتقديم الأولويات بالنسبة للإعمار. أيضا من العوامل أو الأسباب الرئيسية غياب الرادع في التشريعات المتعلقة بقانون العمل، وأنا سأستعرض الحقيقة بعض هذه الفقرات. أيضا عندك هناك أيضا مساهمة بعض المؤسسات والشركات مع الأسف الحكومية بجلب العمالة الهامشية، واللي يفترض أن تكون ممكن تشغيلها من الكويتيين أنفسهم. أيضا من الأسباب تعدد جهات الاختصاص بالنسبة لتنظيم دخول الوافدين للبلد.
حقيقة لو جينا إلى النقطة الرابعة وهي غياب الإجراءات المنظمة بعد التحرير. بعد التحرير الحقيقة كثير من المؤسسات، كثير من الشركات تقدمت بطلب جلب العمالة الوافدة للكويت، وما كان هناك الحقيقة إجراءات تنظيمية لتنظيم عملية الوافدين، وبالتالي كان جلب هذه العمالة وفق طرح صاحب المؤسسة أو الشركة. يعني ما في تقييم حقيقي للمؤسسة، ما في تقييم لاحتياج المؤسسة للعمالة، إنما العدد الرقمي اللي يطرحه صاحب المؤسسة يعطى على هذه العمالة، وبالتالي كانت هناك عمالة كثيرة وهامشية جلبوها كثير من الشركات المؤسسات، وبالتالي الآن موجودة في البلد. كم تمثل نسبتها تقريباً أبو عبد العزيز العمالة الهامشية اللي لا تحتاجها البلاد واللي جات بطريقة عشوائية؟ الحقيقة أبو خالد إجمالي العمالة في المؤسسات والشركات الخاصة الآن تقريباً وصلت إلى 350 ألف تقريباً، لو استبعدنا طبعاً العمالة في المؤسسات والشركات الحكومية، لو استبعدنا أيضاً الخدم، لو استبعدنا أيضاً الحاقب عائل، عندنا تقريبا حوالي 350 ألف عمالة وافدة للمؤسسات والشركات الخاصة. طبعا ما في دراسة اني اقدر اقول انه والله نسبة العمالة الهامشية من نسبة العمالة اللي بالفعل الفعلية اللي المحتاجة لها هذه المؤسسات وهذه الشركات، انما هناك كثير من العمالة الهامشية اللي قاعد احنا الحقيقة في الوزارة وفي القطاعات المتعددة قاعد نعاني منها ونتابعها. الحقيقة ايضا غياب التشريعات او غياب الرادع في التشريع. انا ساستعرض الحقيقة مادة واحدة فقط في القانون المتعلق بتنظيم العمالة، هو قانون 38/64. المادة الثالثة من القانون المشرع يقول إن إذا ارتكب صاحب المؤسسة أو الشركة مخالفة عمالية يغرم 3 دنانير، وإذا أعاد هذه المخالفة مرة ثانية تضاعف الغرامة إلى 5 دنانير. 3 دنانير؟ 3 دنانير، ومن ثم إذا تضاعفت المخالفة، إذا تكررت المخالفة تضاعف إلى 5 دنانير ويغلق الملف. ما يعادلها بالربوية يجوز. لكن الحقيقة لو شفنا الآن كثير من الشركات والمؤسسات الوهمية اللي تكلمنا عنها وقلنا أنها جابت عمالة هامشية، كثير منهم جابوا أعداد رهيبة ورموها بالشارع، وأصبح هناك يعني بالشارع الكويتي يعني مع الأسف الواحد يقولها بمرارة، يعني أصبح هناك تجارة للإقامات، تجارة للفيز نتيجة لغياب الرادع التشريعي في قانون العمال. هل في نية لتغيير؟ الحقيقة أنا تقدمت للفتوى والتشريع يمكن قبل أسبوعين بتعديل على هذا القانون، وطلبت بتعديل المادة الثالثة، وبحيث أنه يستبدل النص أيضا من المادة 97 يقول مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر أو يصدر بها حكم قضاء يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 100 دينار. هذا بالنسبة لكل عامل، إنما بالنسبة للشركات والمؤسسات اللي قاعد تجلب العمالة وترميها بالشارع دون احتياج، واللي إحنا أطلقنا عليها العمالة الهامشية، أيضا عدلنا فيها في الفقرة باء بحيث أصبح يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5000 دينار. أيضا هذه الحقيقة التشريع هو أحد الأسباب الرئيسية اللي جعلت هناك اختلال في التركيبة السكانية نتيجة للعمالة الوافدة الهامشية. أيضا الحقيقة هناك كثير من المؤسسات وكثير من الشركات الحكومية اللي الحقيقة جلبت عمالة هامشية، ويفترض أيضا أن يكون تشغيل العنصر الكويتي مكان هذه العمالة، وبحيث أن أيضا لا تساعد على الاختلال في التركيبة السكانية. غياب التخطيط السليم بعد التحرير بالنسبة للإعمار، احنا صحيح البلد كانت طالعة من دمار وكانت بحاجة ماسة إلى الإعمار، لكن الحقيقة أيضا ما وضعنا أولويات
شنو أولوياتنا بالإعمار؟ نعم. يفترض أن يكون هناك تخطيط بحيث أنه والله أعطي الأولوية للأهم، وبالتالي يعني تكون جلب العمالة على هذا الأساس. إنما اللي حصل بعد التحرير مباشرة، الشركات والمؤسسات تقدمت بأعداد رهيبة بالنسبة للعمالة، وما كان هناك أي إجراءات وقائية للحد من هذه العمالة، وبالتالي هذه المؤسسات وهذه الشركات يابت هذه العمالة حسب، مو حسب احتياجها إنما حسب طلبها. يعني إحنا الآن في الوزارة بعد يعني التعديلات اللي حصلت أصبح عندنا نوع من التقييم، أصبح هناك إدارة متخصصة للتفتيش والرقابة والتقييم. أي إنسان يتقدم إلى الوزارة لطلب عمالة تقيم هذه المؤسسة، تقيم هذه الشركة، ويعطى وفق احتياجها الفعلي، مو وفق ما يطلب صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة. أبو العزيز، ما في تنسيق فيما بين الجهات الحكومية، يعني وزارة الشؤون وغيرها من وزارات أو هيئات الدولة فيما يتعلق باستجلاب العمالة؟ يعني الحقيقة في وضع مؤسف في أبو خالد. الحقيقة في الحقيقة نوع من التنسيق، لكن مع الأسف أيضا هناك بعض المؤسسات كما أشرت لها وبعض الشركات الحكومية وغير الحكومية أيضا قاعد تجلب العمالة بصورة غير طبيعية، بصورة عشوائية، عمالة ممكن أني أنا يعني أستعين فيها بكوادر كويتية مدربة تغني عن استجلاب هذه العمالة، وتغنينا عن الكم الهائل اللي احنا قاعدين نعاني منه الآن نتيجة لاستجلابهم بعد التحرير مباشرة. أيضا هناك عامل آخر اللي هي تعدد الجهات أو تعدد جهات الاختصاص بالنسبة لتنظيم دخول الوافدين للبلد. الداخلية من صوب، الشؤون من صوب، ولا شك أن طبعا هذا الجانب لا يمكن أن يعالج إلا بتشريع، وأن يكون هناك هيئة مستقلة أو يعني إدارة مستقلة تعنى بشؤون الوافدين وتعنى بشؤون العمالة الوافدة. والحقيقة أيضا احنا بصدد يعني إنجاز هذا المشروع، وشكلنا لجان لهذا المشروع، والآن في طور الدراسة لإحالته إلى مجلس الوزراء أيضا للدراسة. عفواً أبو عبد العزيز بدون مقاطعة، ما أدري الدكتور محمد كان عندك تعقيب على اللي قاله الآن ولا بعد ما يخلص؟ لما يخلص. تفضل أبو عبد العزيز. الحقيقة هذه هي تقريبا أهم الأسباب بالنسبة للاختلال أو للتركيبة السكانية. لا شك أن طبعا هذا الاختلال برز عنا كثير من السلبيات، من أهم هذه السلبيات شكل ما ذكرت هو وجود المؤسسات والشركات الوهمية. يعني كثير من هذه الشركات ما هي بحاجة إلى هذه العمالة، إنما برز عندنا أيضا ما يسمى بمافية تجارة الإقامات، وهذا يعني واقع. يعني الإنسان مع الأسف يتكلم بكل مرارة ويقول أن يعني أصبحت نوع من أنواع التجارة. يعني صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة ما يضع في اعتباره حينما يطلب جلب هذه العمالة الاعتبارات الأمنية، الاعتبارات الاجتماعية للبلد، لا، إنما هناك مصلحة ذاتية، مصلحة شخصية هي هم طلبة لهذه العمالة. هاي ترغى إلى التجارة المحرمة، لأن التجارة في مصالح الوطن. ما في شك الحقيقة. لذلك اللي يقلقنا إحنا هو إن ما في هناك تشريع رادع لهؤلاء الناس أو لأصحاب هذه الشركات وهذه المؤسسات. الحقيقة شكل ما قلت قبل قليل، إحنا الآن انتهينا تقريبا من الخطوط الرئيسية للتعديل على القانون 38/64. فقرة 3 وفقرة 97 بحيث أنه يتلائم مع حجم المشكلة ومع حجم الخطأ اللي قاعد يرتكبه صاحب المؤسسة وصاحب الشركة. شكرا أبو العزيز. تفضل دكتور يوسف. يبدو دكتور محمد عنده تعليق على كلام أبو العزيز قبل لا ينتقل للنقطة. تعقيب مخالفة على كلام دكتور خلدون فقط. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور خلدون، لا شك أن استعرض مفاهيم الاختلال في التركيبة السكانية عبر مجتمعات مختلفة وأنظمة اجتماعية مختلفة، إلا أن هناك في بعض الاختلالات في التركيبة السكانية اللي هي من طبيعة المجتمعات النامية. يعني يمكن المفهوم الشائع لاختلال التركيبة السكانية عندنا في الكويت وهو ما بين كويتي وغير كويتي،
ولكن في حقيقة الأمر هناك اختلالات من ضمن الهيكل الكويتي نفسه، الأعمال الكويتية، وكذلك هناك اختلالات في من ضمن هيكل الأعمال الوافدة. الاختلالات في الهيكل الكويتي، هناك اختلال في إذا صح التعبير في الزمان والمكان والجنس. الاختلال الزمني وهو أن 50% من المجتمع الكويتي أقل من عمر سوق العمل، وإذا خذيت أنت 20% يقول كبار السن والمتقاعدين والعجزة والمعوقين، يبقى لك تقريبا 30% بحدود 30% اللي هم في سن العمل. إذا خذينا قول نصهم الرجال عادة هم اللي يعملون في الكويت لظرف اجتماعي معين، يبقى عندك أنت 15 تقريبا في المية إلى 20% يكدون على 80% من المجتمع الكويتي. هذا الاختلال نتيجة أن الكويت مجتمع نامي، معدلات الزيادة الطبيعية فيه عالية 3.4%، فبالضرورة يكون أغلبية المجتمع هم دون سن العمل. هذا ما تقدر تسوي له أي تشريعات، ما تقدر تعدله. هالخلل خلل هيكلي في المجتمعات اللي فيها معدل نمو بشري عالي. يبقى عندك الخلل في المكان، عندك 92% تقريبا من العمالة الكويتية تعمل في الجهاز الحكومي، وتقريبا 8% تعمل في القطاع الخاص. وإذا شفت نسبة الكويتيين اللي يعملون في القطاع الخاص تشوفها أقل من 2%. الحقيقة هذه الأرقام يعني مثل ما ذكر الدكتور خلدون أن التركيبة السكانية في الكويت أصبحت قضية من ضمن المعترك السياسي، لأن صار في إحصاء وطلعت بيانات وصارت في معلومة الناس تقدر تداولها. حقيقة بعد ما من الله على الكويت في نعمة التحرير، لحد الآن ما عندنا أرقام في عدد السكان، في العمالة الوافدة يعني، وهذا يمكن موضوع آخر يعني، ولكن لحد الآن ما في معلومات دقيقة عن الاختلالات هذه اللي في التركيبة السكانية، ويمكن نحتاج أن نسوي بحث إحصاء سكاني اللي هو مو نظام المعلومات المدنية، ولكن الإحصاء السكاني يشمل أشياء كثيرة من مهن وأعمار وأمور كثيرة من هذا النوع. فاللي عندنا كل الإحصائيات اللي ما قبل الغزو، وهذا اللي ممكن إحنا نستعمله في التدليل على طبيعة الاختلالات الموجودة. فعندنا اختلال في 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 في, في العمر النسبي لسكان الكويت لقوى العمل الكويتية، عندنا اختلال في المكان اللي يعملون فيه، طبيعة العمل اللي هي أغلب 92% مثل ما قلنا هي يعملون في قطاع الحكومة. وفي الاختلال الثالث هو اختلال في الجنس، وهو أن 12% فقط من النساء اللي في سن العمل يعمل في سوق العمل، والأغلبية اللي هي 88% ما يعملون. هل هذا تقدر تصلحه بتشريع؟ قد يقول بعض أن إذا أعطيت إجازة أمومة، إذا أعطيت الفلكسبل أورز الساعات المرنة، قد تجذب بعض النساء إلى سوق العمل وغيره، ولكن الهامش ما راح يكون، لأن هذه تقاليد مجتمعية من الصعب أنك تغيرها في قرارات حكومية. فيجب أن نحن نقر أن هناك في خلل هيكلي لا نستطيع أن نعدله، وهناك في اختلالات، ويمكن الاختلالات اللي نقدر نعدلها في تشريعات مثل ما تفضل أبو عبد العزيز، يمكن هي اختلالات الموجودة في العمالة الوافدة. وهناك ممكن نتكلم عن 3 اختلالات بشكل سريع جدا. اختلال في درجة المهارة، واللي مثل ما تكلم أبو عبد العزيز أن أغلبها عمالة هامشية. اختلال في درجة حركية هذه العمالة، وراح نشوف احنا بالنسبه للعماله اللي كانت موجوده قبل الاحتلال ان العماله متجهه اتجاه استيطان وليس عماله وافده، وهذا خلل موجود في العماله. ما استعني بهذه يعني طال عمرك ان ما حد ان هناك كان في انطباع ان هذه العماله او الوافدين مهم جايين للعمل ولكن للاستيطان، مو للعمل والعوده. نعم اي مو للعمل والعوده، وهذا مفهومنا احنا للعماله الوافده. وافد بمعنى انه راح ينجز عمل وراح يمشي، في هناك في دوافع الاستيطان في الكويت.
وهذا خلل موجود، هذا ما قبل التحليل نتكلم احنا. والخلل الثالث وهو خلل في التركيبة الجنسية لهذه العمالة، في جنسيات تبقى بشكل كبير عن جنسيات أخرى، وهذه قد تكون هني تشريعات اللي تفضل فيها أبو عبد العزيز قد تكون مناسبة. دكتور محمد، الحقيقة أشكرك على أنك جبت موضوع جانب العرض أو جانب التركيبة السكانية الكويتية بحد ذاتها وهي سبب رئيسي في الاختلال، لكن اسمح لي أختلف معك في أن هذا ليس معطى لنا، إنما أيضا بمقدورنا أن نغير فيه. ومصدر التغيير ممكن يكون من جانبين، هو مخرجات النظام التعليمي والتي من الممكن أن تساعد في إصلاح هذا الاختلال اللي تفضلت فيه، والجانب الآخر ما يتعلق بموضوع قانون الهجرة والإقامة. لا يجوز في بلد أن نطلب من كل العمالة الأجنبية أن تكون في حالة حراك، جزء منهم ذو مستوى فني عالي مطلوب منهم نوع من الاستقرار، وهذا النوع من الاستقرار يتم من تغيير قوانين الإقامة، الإقامة الدائمة، الإقامة شبه الدائمة، حق التملك، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك اندماج. في الحقيقة يعني ودي أسمع رأيكم فيما يتعلق في مخرجات النظام التعليمي وموضوع الإقامة الدائمة. لو أيضا تطرق وصباح في رؤيته لما يعني شنهي الحلول، لأن من موقع كعضو في المجلس الأعلى للتخطيط لابد المجلس الأعلى للتخطيط وضع تصور لحلول مشكلة اختلال التركيبة السكانية، وإن أيضا لو بصباح تطرق لها في الواقع. دكتور يوسف، في العكس احنا متفقين جدا وليس مختلفين لما نقول ان 50% او 60% من القوة البشرية الكويتية دون سن العمل. ما تقدر تغيره بتشريع، ما تقدر تغيره يعني هذا معطى لك يجب ان تتعامل معه، ما تقدر تزيد عمرهم او انك تنزل سن العمل الى دون 15 او دون 18 كما تنص عليه القوانين الدوليه. فهذا شيء معطى يجب انك تتعامل مع مجتمع اغلبيته اعمارهم دون سن العمل. كذلك بالنسبه لعمل المراه، قد مثل ما قلت انا قد تكون هناك في تشريعات معينه تحفزها، واحنا شفنا في الدراسه اللي شاركت فيها انت كذلك أن نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل، وهذه لاحظ هذه المرأة اللي في سن العمل واللي عندها مستوى تحصيل علمي عالي، المدة اللي يقضون في سوق العمل مدة قصيرة جدا، ومن ثم إذا صار في زواج وغيره عادة تنسحب من سوق العمل. يعني في هناك التعامل في مع بعض القضايا الاجتماعية والبيولوجية من الصعب أنك تغيرها في تشريعات. الأشياء اللي ممكن نغيرها بالفعل بسياسات وغيرها هو في الاختلال للعمل في القطاع العام مقارنة في القطاع الخاص، هذا الخلل هني اللي راح يمكن نتكلم عنه بهيكل طبيعة الهيكل الاقتصادي. يعني بالنسبة أن هل هناك في نهاية الحلول، الحقيقة ما في شح بال 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 بالحلول. يعني خل جبت على بعض المنشورات مالت المجلس الأعلى للتخطيط في سنة 89، أصدر المجلس الأعلى للتخطيط استراتيجية التنمية بعيدة المدى واللي سميت باسم بناء الإنسان الكويتي، وفيها العلاج للخلل في التركيبة السكانية. هذه الوثيقة الوطنية؟ لا، هذه الاستراتيجية التنمية اللي 89 اللي هي قبل الاحتلال. وهناك عقبها في مايو 89 أصدرت كذلك لجنة السياسات السكانية مقترح في سياسة انتقائية للهجرة وفيها مقترحات محددة راح نتكلم عنها. عقبها في يناير 90 اقتراح آخر في استراتيجية تنمية الموارد البشرية، وبعد التحرير مباشرة قام المجلس على التخطيط في إصدار الوثيقة الوطنية للإصلاح والتنمية اللي على أساسها قدم مقترح للسياسة السكانية مبني على استراتيجية التنمية بعيدة المدى. فما هناك في ما في شح بالآراء، ولكن هذه الآراء كلها واللي قاموا فيها ترى مجاميع عمل مختلفة وبدوا من فرضيات مختلفة، ولكن وصلوا إلى نفس النتيجة. هناك في اللي وصلنا يعني المجلس على التخطيط أن هناك في تناقض
ما بين أهداف المدى القصير وأهداف المدى البعيد. وهذا التناقض موجود في أدبيات النمو الاقتصادي الأمثل يسمونه الانترتمبرال انكونسيستنسي، لكن في المدى القصير هناك متطلبات إعادة بناء، متطلبات إعادة إعمار، متطلبات إعادة بناء مكونات الدخل القومي الكويتي. هذا يتطلب، المتطلبات هذه تتطلب طاقة بشرية تفوق ما يمكن يقدم المجتمع الكويتي في فترة زمنية محددة لتحقيق أهداف المدى القصير. وهذا يستدعي أنك يعني تبي تبني إعادة بناء المدارس، إعادة بناء المحطات الكهرباء، إعادة بناء تحلية المياه، إعادة بناء في فترة زمنية قصيرة نسبيا، يتطلب أنك أنت تستخدم وتستورد عمالة من الخارج. والحد، هذا الحد الأمور طبيعية، أنت صف وصفي، قال إحنا اثنين، عدد سكاني قليل وطموحات كبيرة. ولكن وين المشكلة؟ أن وجود أعداد من الوافدين بكميات كبيرة تخلق ظرف موضوعي اللي من خلالها تبدأ هناك إنشاء وبناء وحدات وأنشطة اقتصادية لخدمة هذا المجموع من العمالة الوافدة. وهنا يبدأ كما نسميه إحنا النمو السرطاني لوحدات اقتصادية أنشئت أساساً لخدمة شريحة يفترض أنها مؤقتة ومغادرة في نهاية المدى القصير. نذكر إحنا في الحلقة السابقة في برنامج قضايا وردود مع وزير التربية والتعليم العالي، ذكر لنا الدكتور أنه هو يحتاج أن يبني 18 مدرسة لتعليم أولاد المدرسين اللي إحنا راح نجيبهم علشان يعلمون عيالنا. لاحظ المضاعف هذا اللي فتخيل كم مدرسة وكم مستشفى وكم عمارة وكم مطعم وكم محل يجب أن إحنا نبنيه لخدمة عمالة يفترض أنها مؤقتة. بهذا لما تكون استثمارات هناك لخدمة عمالة يفترض أنها مؤقتة، هناك تتولد قوة ضغط اجتماعية واقتصادية للمحافظة على الوضع الراهن بغض النظر عن الاختلالات الذاتية في تركيبة العمالة الوافدة. يعني تصبح كأن حق مكتسب إذا وهني يكمن التناقض مع أهداف المدى البعيد، لأن في المدى البعيد ما أنت تطلبه أنك تبني القوة الذاتية الكويتية، تبني اقتصاد كويتي قائم على سواعد أبنائه، وهذا يتطلب بالأساس تخفيض العمالة الوافدة وتعديل اختلالات الموجودة في العمالة الوافدة بحيث أنها تصبح عمالة مكملة وليست عمالة بديلة للعنصر الكويتي. دكتور عفوا، أنا أعرف أن الجانب اللي قاعد تطرق له جانب واسع اللي هو الحلول اللي وضعها مجلس الأعلى للتخطيط، بس ودي إذا تقدر تركز لي على النقطة ودي أيضا الأخوان يشتركون فيها. إحنا هل استطعنا أن نحدد هدف للدولة، هدف للكويت، ماذا نريد الكويت أن تكون لكي تخدمها السياسات المختلفة بما فيها السياسة السكانية؟ شلون شايف الموضوع عندك؟ هذا كلها واردة. أنا في كثيرين ما قرأوا الاستراتيجية التنمية بعيد المدى، ويمكن قد يكون هناك في 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 بعض القصور من مجلس الأعلى للتخطيط، لكنه مو مهم متى هو إعلامي. كثيرين من واضعين السياسات ولا من الناس العاديين. يمكن العتب على قضايا وردود أنها يجب أن تبرز حلقة لمناقشة استراتيجية التنمية بعيد المدى. تعلق أبو عبد العزيز. الحقيقة أنا ودي أعلق على النقطة اللي تفضلت فيها أبو خالد. الهدف موجود، يعني الهدف لو شفنا الوثيقة الوطنية اللي تكلم عنها الأخ الدكتور محمد، لكن مع الأسف يعني يبدو أن أهدافنا حتى أكثر من طموحاتنا. يعني الهدف تقول الوثيقة الوطنية أن أنا خلال 5 سنوات لازم يكون نسبة الكويتيين 60%. طيب إذا أنا يعني سياستي باستجلاب العمالة الوافدة بهذه الصورة الغير طبيعية، أنا ما ممكن أني حتى أحقق يعني أتصور حتى 30% مو 60%. كذلك النقطة اللي تفضل فيها الدكتور يوسف إن مخرجات التعليم أيضا، يعني إحنا دائما نضع أهدافنا كأحلام، يعني مخرجات التعليم لابد أن يكون هناك نوع من الانسجام بين مخرجات التعليم وبين التخطيط لاحتياج البلد من التعليم. يعني أنا مثلا إني شنو احتياجي من الكفاءات
خلال 5 سنوات بالنسبة للهيئة التعليم والتدريب. نعم. أنا كبلد، لكن مع الأسف ما في توجيه أيضا سليم لمخرجات التعليم. إني أنا أوجه الطالب لاحتياجي أنا كبلد، هذه أيضا هنا أيضا نقطة غياب التخطيط وعدم انسجامه مع التحصيل العلمي اللي قاعد يصير. يعني أنا بتصوري إن الطالب أنا أتخرج والله إداري ويكون لي مكتب، أفضل مني إني يكون لي هناك أكون عامل ولا مهندس ولا مساعد مهندس، وبالتالي يمكن الإداري يترقى ويصل إلى أعلى المراتب أسرع مني. أيضا هناك غياب الحوافز التشجيعية بالنسبة لمخرجات التعليم. يعني أنا اللي بوصل له إن الهدف موجود، لكن هدفنا حلم، ودائما إحنا لما نضع أهدافنا نضعها أكثر أكبر وأكثر من طموحاتنا. يعني أنا لما أشوف الوثيقة الوطنية إن لازم خلال سنوات إن يكونوا الكويتيين 60%، وأشوف الحقيقة الوضع الغير طبيعي باستجلاب العمالة، أنا أقول إنه يمكن خلال 5 سنوات راح نصل إلى 5% وإلى 60%. لذلك الهدف موجود، لكن مع الأسف وين الطريق الموصل إلى الهدف؟ ما في طريق سليم ممكن إن كل الكل يسلكه، لا المواطن ولا المسؤول. يعني هي مسؤولية مشتركة. أنا لا يعني يمكن الدكتور بوزيد فتح النار وقال إن ببداية حديثه إن والله الحكومة تتحمل عملية التخطيط، لا شك إن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر في عملية التخطيط بالنسبة لاستجلاب العمالة، لكن أيضا لابد أن يكون هناك شعور من المواطن لأن هذه بلده، ويفترض أن أيضا يساهم في عملية الحد من العمالة الهامشية والعمالة اللي قاعد نشوفها مرمية بالشوارع. نعم. أبو العزيز العفو لو سمحت دكتور خلدون، الحقيقة يعني الوثيقة الوطنية بشكلها وبطموحاتها طموحات أبعد من الواقع. لأضرب لكم مثال بسيط، أن القنبلة الموقوتة الموجودة في الباب الأول من الميزانية العامة للدولة، حيث أن الملجأ الأول والأخير للعمالة الكويتية الخريجين الكويتيين هو في داخل الحكومة أو داخل الجسم الحكومي من مؤسسات ووزارات، وقد بلغت في هذا العام في ميزانية هذا العام أكثر من 1 بليون دينار، أي نصف إيراداتنا النفطية قد ذهبت لأجور ورواتب. فالوضع لا يستمر التفكير لمدة طويلة 5 سنوات أو 10 سنوات، نحن نواجه قضية حاسمة الآن أبعادها مثل ما تفضل أبو خالد في بداية اللقاء متشابكة ومعقدة وليس بهذا الوضوح والبساطة. أود أن أنقل السؤال، ما هي الأولويات؟ هل الأولوية الاقتصادية تأتي في مقدمة أهداف التركيبة السكانية وتوازنها، أم الأولوية الأمنية، أم الأولوية لمجتمع أمثل أو مستوى أمثل من السكان يتلائم مع الوضع الجغرافي والبيئي اللي تمتاز فيه الكويت بصغره؟ أود أن أوجه الدكتور محمد قبل أجاوبك أخو يوسف. لا يعني 3 ذكروا أن الوثيقة الوطنية كأن ثوب أكبر مما إحنا أكبر منه. الحقيقة أنا أختلف اختلاف شديد، ولا أعتقد أن الوثيقة الوطنية طموحات أكثر بكثير مما إحنا نستطيع أن نحققها. هذا أبو عبد العزيز قال، أنا قلت هل يوجد هدف عام للدولة؟ زين أبو عبد العزيز صحيح قالها، والدكتور يوسف خلوني بس أرد رد بسيط على أن ما هو مذكور فيها ليس الطموحات أكثر من إحنا اللي وصلنا له في مجلس التخطيط. شنو؟ أن لما الجماعة في وزارة الشؤون يصيحون على وزارة التجارة، أن وزارة التجارة كل واحد كويتي يهم يطلب رخصة تجارية عطوا رخصة تجارية، وهذا طبعا المواطن يروح وزارة الشؤون ومن حقه أنه يفتح ملف عمالي وغيره، فوزارة الشؤون تصيح على وزارة التجارة، وزارة الداخلية تصيح على وزارة الشؤون أن البلد متروسة عمال، وزارة الشؤون تعطي إقامات وغيره. هذا بغض النظر عن الجهاز مال ديوان الموظفين اللي يستخدم العمالة مباشرة من الخارج، فهي العملية كورم شربك. من سنة 1989 اللي هي في الاستراتيجية التنمية بعيدة المدى ذكرنا أن يجب أن يكون هناك في يجب أن يكون موجود بناء مؤسسي وآلية إدارية تمكن هذا البناء من وضع ضوابط ومعايير
بموجبها يتم استقدام واستخدام العمالة. قرينا بالصحف من قبل كم يوم أن في وزارة الشؤون في تفكير لإنشاء جهاز شؤون الوافدين أو شيء من هذا. هيئة مستقلة. تفاعلنا خير لأن هذه المقترحات من 89 موجودة على الورق من قبل مجلس الأعلى للتخطيط. وهلي هي راح يكون جهاز ترى هذا أخطبوطي. ما هو جهاز يعني أخطبوطي بمعنى أنه راح يكون ملم في مشكلة التركيبة السكانية في جميع الإدارات الحكومية. وممكن الواحد يقترح أن هذا الجهاز يضع يتبع سياسات الحصص لتحقيق توازن في التوازن المطلوب في التركيبة الجنسيات المختلفة، وضع سقف لمدة إقامة الوافد، خفض معدلات الإعالة للوافدين، قصر التوظف في بعض مجالات العمل على الكويتيين فقط، تبني حد أدنى لمشاركة الكويتيين في سوق العمل من خلال تغيير المفاضلة في العقود والمناقصات، مساهمة الحكومة في بعض تكاليف تدريب العمالة وعمل العمالة الكويتية في القطاع الخاص، استعمال الدعم الحكومي وأمور كثيرة. يعني أنا ما بي الحقيقة يطول الحديث في الجهاز هذا اللي أقره المجلس على التخطيط. هذا أقره لأنه يعالج الخلل اللي يكون في المدى القصير. إحنا قلنا أن هناك في تناقض ما بين الهدف القصير والهدف والأهداف بعيدة الأجل. الأهداف قصيرة الأجل أنك تبي تتوسع، تبي تعيد البناء، تبي تبني هذا الصرح الحضاري وغيره اللي يطلب عمالة زيادة، ولكن لازم يكون هذا الجهاز هناك لمنع تفاقم هذه المشكلة. في المدى البعيد هناك إجراءات عادة اللي تأخذ، يعني الكويت لما تيجي وتقول لشق في القطاع الخاص لما تقول لشق الكويتي يقولك أكو كويتي عنده هالنوع من المهارة. شفنا وزير التعليم العالي في الحلقة السابقة قال يا جماعة ما نبي المثقف العام، إحنا نبي المثقف المتخصص. يعني جاك أوف أول تريد أند ماستر أوف نان، هذا مرفوض. وهذا بالفعل يجب إصلاح شيئين، يعني المبادرات هني في الإجراءات البعيدة المدى إصلاح شغلتين، إصلاح التعليم، والتعليم إصلاحه معناتها ربط مخرجات التعليم في سوق العمل والتلمذة المهنية والصناعية، وهي تدريب، يعني تكثيف التدريب. والشغلة الثانية إصلاح بيئة سوق العمل، وإصلاح بيئة سوق العمل وهو إطلاق سراح يد قوى السوق في توزيع الموارد وتحديد الكفاءات بغض النظر عن الجنسية. نعم، بغض النظر عن الجنسية. بغض النظر عن الجنسية. نعم. القطاع إحنا الحين اللحظة في دراسات اقتصادية كذلك أخونا الدكتور يوسف شارك في بعضها، أن شفنا أن القطاع الخاص طبعا لأنه قطاع بالأساس أنشئ لتحقيق الربح ولتعظيم الربح، يكافئ المهارات بطريقة أكثر من القطاع الحكومي اللي هو مؤسسة اجتماعية. فطريقة اللي تبي تكافئ فيها الإدارات المهارات الإدارية المتميزة، المهارات الإدارية والفنية المتميزة، بأن تقلص أنت مساهمة القطاع العام في توظيف الكويتيين. بس هذه وصباح ترى قضية ثانية يمكن احنا جايينها في البرنامج في موضع آخر، اللي دور القطاع الخاص في طرد، يعني نعتبر ان القطاع الخاص الى حد الان قطاع طارد للعناصر الوطنية او العناصر الكويتية، وهذا يعني هذا مبحثها آخر. يعني الحقيقة هي وجهة نظر اللي تفضلت فيها وجهة نظر سليمة، ولكن قد نطرحها في طرح آخر. بدأوا الجماعة عندنا في الاستوديو يأشرون على موضوع الوقت، يعني بدأ يتقلص عندنا الوقت. دكتور خلدون كباحث، سمعنا من دكتور محمد كمخطط أو عضو في المجلس الأعلى للتخطيط، سمعنا من أبو عبد العزيز كعضو في الحكومة بصفة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. هل ترى مخرج من مأزق التركيبة السكانية؟ هل نقدر نطبق كل الحلول المطروحة؟ في الحقيقة الأخوان يعني حقيقة تطرقوا إلى القضايا الأساسية، إلى لب القضايا الأساسية. وعلى سبيل المثال ما اقترح الأخ جاسر في موضوع تعديل قانون العمل، في موضوع إصلاح ما الموضوع الاستقدام العمالة الوافدة عنصر أساسي. القضية الأخرى اللي أثارها الدكتور محمد هي موضوع الخلل البنائي أو الخلل الهيكلي. والخلل الهيكلي يجب أن يعالج على المدى الطويل مثل ما يعالج على المدى القصير، لكننا مع الأسف ما زلنا إلى الآن بسبب عمومية الأهداف وبسبب كون الدراسات اللي أصدرها مجلس التخطيط غير ملزمة وبالتالي غير مطبقة على أساس مرحلي وتترجم كمياً
أنا في مرحلة معينة أنا سألتزم مثل ما تفضل الدكتور محمد في موضوع حصص، في موضوع وضع توصيف للعمالة المطلوبة، طالما أن هذا غير ملزم، الخطط غير ملزمة، فتطبيقها لم يوضع موضوع التطبيق في أي وزارة من الوزارات. هل ترى أنها تحول إلى قانون، يعني خطة بقانون أو قانون بخطة؟ أنا أعتقد والأخ جاسم معانا أن نحن في انتظار خطة الحكومة. يعني الآن المتوقع من الحكومة أن تقدم خطتها لمجلس الأمة حسب العرف الدستوري خلال شهرين من انعقاد مجلس الأمة، وفي هذه الخطة الأمل أن يكون في تغيير في النظر لموضوع الخطة، وهي ليست خطة خدمات إنما خطة للإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي، ونحن نستبشر خيرا بموضوع الخطة الحكومية. لكن في موضوع الارتجال في السياسات الحكومية، مع وجود النوايا الطيبة ومع وجود التوجهات السليمة في ما يصدر مجلس التخطيط، ما يقوم فيه مجلس التخطيط من دراسات، تبقى صفة الارتجال، تبقى صفة الارتجال في السياسات الحكومية عموما. ولمعالجة هذا بصورة سريعة، أنا يمكن أن أطرح عدد من الآراء. أن لا يصار إلى اعتماد سياسة عامة ما لم تكن مسبوقة بدراسة ميدانية، حتى يحسب فيها من هو المتضرر ومن هو المستفيد وكيف يمكن تحقيق الأهداف بعيدة المدى، مش بس الأهداف القصيرة المدى. مع الدراسات الميدانية أن أعتقد أن هناك توجهات لإنشاء مراكز لبحوث السياسات العامة، policy research. النقطة الثانية، المجالس الاستشارية يجب أن تتولى الاطلاع على آراء المتضررين أو المستفيدين أو المتخصصين أو أصحاب الرأي. مجلس الأمة يجب أن يشكل لجان، أنا في تقدير اللجان سواء على الطريقة الإنجليزية طريقة الكوميشنز أو على الطريقة الأمريكية اللجان الفرعية في مجلس الأمة، تستدعي الأشخاص من أصحاب الاختصاص من أصحاب المصالح وتستمع لآرائهم قبل اعتماد هذه السياسات. بالإضافة إلى أن يجب أن يكون للحكومة ولمجلس الأمة أجهزة استشارية أن يستشار فيها. في بعض الأحيان الحكومة عندما تحتاج إلى استشارات تستقدم بيوت الخبرة والاستشارة من الخارج، علما بأن في البلد من أصحاب البلد من يستفيد منهم مجلس التخطيط وغيرها من المجالس من الخبرات المحلية، ويمكن أن تتعاون الخبرات المحلية مع الخبرات العالمية. لكن يجب أن يكون صفة الاستشارة والدراسة الميدانية أساس في اعتماد السياسات، وخاصة في اعتماد السياسات السكانية. نعم أبو عبد العزيز، ذكرت في معرض كلامك مساء موضوع التعديل اللي أنت طارحه على القانون متعلق بمخالفين قانون العمالة أو شروط استخدام العمالة. في وزارة الشؤون الحقيقة اتخذتوا مجموعة إجراءات نعتقد أنها بداية سليمة لمعالجة الاتجار في نظام في العمالة الوافدة. تلقي ضوء سريع على مثل هذا التوجه، لأن هذا ينسجم حتى مع الكلام اللي طرحه الدكتور خلدون، أن ما لم تكن الخطط والدراسات اللي وضعت بشكل متأني من قبل المخططين المجلس على التخطيط والأجهزة الأخرى ما لم يكن لها قوة القانون وقوة التنفيذ ولا ما منها فائدة. زائد أنه ودي أسمع منك لو بشكل سريع، الشباب الكويتي اللي اشتغلوا أثناء الاحتلال اشتغلوا بعد التحرير ومستعدين كانوا يشتغلون في المهن الحرفية، أعتقد لا يلقون لحد الآن التشجيع الكافي لممارستهم لهذه المهن وهذه الحرف. الحقيقة أبو خالد، يعني احنا في وزارة الشؤون اتخذنا سلسلة إجراءات يمكن عملية أكثر منها نظرية، لأن باعتقادي أن الآن بعد التحرير وبعد ما استقرت الأوضاع يبدو لي أن الإجراء العملي إحنا بحاجة لأكثر من الإجراء النظري. نعم. الحقيقة تطبيق قانون العمل كما ذكرت قبل قليل في المقدمة أن يعني يعطي المخالف مرونة باستمراء مخالفته، وبالتالي ما ممكن أن إحنا كوزارة أو كحكومة نقدر أن نطبق عليه الجزاء اللي يستحقه بحجم المخالفة اللي عملها. لكن الحقيقة أيضا ومع ذلك إحنا قاعدين نتابع ونلاحق كل المخالفين،
ونغلق ملفاتهم، وبدأنا أيضا بإحالة كثير من هذه الشركات وهذه المؤسسات إلى النيابة العامة وإلى القضاء، إضافة إلى أن هناك كما أشرت في البداية لابد من ترتيب بيت استجلاب العمالة الوافدة، لابد أيضا أن يكون هناك توحيد لكل هذه الأجهزة بحيث أن يكون هناك هيئة متخصصة مهمتها استجلاب العمالة ومتابعتها ووضع التشريعات ووضع العقوبات المتعلقة بالمؤسسات وبالشركات اللي قاعد تتاجر بالإقامات. حقيقة أيضا من ضمن الإجراءات اللي إحنا بصدد عملها هو مقترح ما زال، إنما عملنا الآن مشروع قانون بحيث أن نجمع أو نجمع كل هالمؤسسات الحكومية المتعددة بمؤسسة مستقلة تلحق بمجلس الوزراء، وهاي طبعا شكل ما قلت مقترح ما زال من وزارة الشؤون، وقريب سيرسل إلى الفتوى التشريع ومن ثم تحويله إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإبداء الرأي حول هذا تشجيع الحرفيين الكويتيين. الحقيقة بالنسبة لتشجيع الحرفيين الكويتيين أنا يعني أقول لك مثال بالنسبة لوزارة الشؤون، أنا لما جيت وزارة الشؤون وجدت أن هناك الحقيقة بطالة مقنعة، في عندي يمكن حوالي 2000 إلى 2500 موظف، يعني مع الأسف الإنسان يقولها بمرارة عاطل باط يعني بطالة مقنعة داخل الوزارة. يعني وأضرب لك أمثلة، يعني على سبيل المثال الحدائق إذا كانت الحديقة محتاجة إلى 2 أو 3 من الموظفين عندي يمكن 20 أو إلى 25، أول إجراء عملتها بتوقيف التوظيف ما دون الجامعة. الإجراء الآخر أيضا أني والله أعدت برمجة هؤلاء الموظفين بحيث أني عملت لهم دورات تدريبية مهنية بحيث أني أستفيد منهم وأشغلهم. الإجراء الثالث أيضا أن هناك يعني طوابير على محافظات العمل، وبالنسبة للمراجعين بالنسبة للمواطنين لاستخراج التصاريح والفيز. أنا أبو عبد العزيز العفو ترى أتكلم عن دورك كعضو في الحكومة، دور الحكومة في تشجيع الحرفيين، يعني سمو الأمير احتضن مجموعة الحرفيين اللي اشتغلوا في أعمال الحدادة وأعمال يعني أعمال اللي بعد التحرير. لا شك أن وزارة الشؤون جزء من الحكومة، بس الآن اختفت عفوا أبو خالد، يعني وزارة الشؤون هي جزء من الحكومة، و يعني الحكومة متكاملة سواء بوزارة الشؤون ولا بوزارة التعليم ولا بوزارة الأشغال. لذلك يعني أيضا شكل ما قال أبو زيد أن هناك البرنامج الحكومي، برنامج الحكومي الحقيقة على وشك أن ينتهي وراح يطرح في مجلس الأمة، وكل معالجات حقيقة كل معالجات وكل يعني خطوط رئيسية لمعالجة كثير من القضايا. نعمل خير إن شاء الله ونستمع مرة ثانية عشان نشوف برنامج الحكومة إيش طرحها إن شاء الله تعالى. باللي بقى دكتور يوسف يمكن عندك نقطة أخيرة مع دكتور محمد. دكتور محمد في الحقيقة بما أنك عضو في المجلس على التخطيط وتتكلمون على الاستراتيجية في معناها الواسع، نرى أن الحكومة الآن تتجه إلى موضوع التخصيص وبيع مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتعلم أن هذا الاتجاه سينعكس على العمالة بشكل كبير، وبالتالي ممكن أن يعقد قضية التركيبة السكانية. أود أن أسمع رأيك بشكل سريع حول هذه النقطة. إذا ممكن بدقيقة بصوح. بلا شك أنا بقول على شغلتين بدقيقة واحدة. بلا شك هذه قضية الخصخصة هي الإجراءات بعيدة المدى اللي احنا تكلمنا عنها، وهو أطلاق يد السوق في مكافأة المهارات المتميزة راح تسبب عندنا مشكلة. يجب أن احنا نكون مدركين أن قضية الخصخصة وزيادة كفاءة الاقتصاد الكويتي راح يسبب عندنا بعض المشاكل، ويجب أن نكون احنا مستعدين لتحمل هذه المشاكل. وزير التعليم العالي كذلك من أول قضايا وردود البرنامج كان له إثارة كثيرة، لأنه قال احنا ما نقدر نستمر على دولة الرفاه الى 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 الأبد. فهناك في تكاليف في زيادة كفاءة الاقتصاد الكويتي. انت في نقطة ذكرت لي اياها وانا اسف انه ما رديت عليك، في الإقامة الدائمة. اعتقد ان في الإقامة الدائمة المجلس على التخطيط يقر هذا المبدأ، ولكن من الخطورة ان يطبق في ظل الاختلالات القائمة حاليا. يجب تعديل هذه الاختلالات اولا، ومن ثم الواحد يبدأ يفكر في الإقامة الدائمة. واحنا ليش نبتكر العجلة من جديد يا اخي؟ خلينا نشوف الاجراءات اللي مطبقة في سويسرا والاجراءات المطبقة في اليابان. احنا ما نبي نكون دولة اكثر رقي من سويسرا واليابان في قضية الإقامة.
نعم، شكرا جزيلا. حضرات المشاهدين، دائما الوقت يسرقنا، خاصة في المواضيع الحيوية. موضوعنا اليوم يمكن ترك انطباع عند كل المهتمين أو حتى يمكن غير المهتمين، أي الإنسان العادي، أن القضية السكانية والاختلال في التركيبة السكانية هي هاجس أمني، هاجس اقتصادي، هاجس اجتماعي. بلا شك كلنا يجب أن تتضافر جهودنا من أجل تعديل هذا الخلل، لأن هذا يؤدي إلى مزيد من الأمن ومزيد من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر الأخوة المشاركين معنا، الأخ جاسم العون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والأخ الدكتور خلدون النقيب أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، والأخ الدكتور محمد صباح سالم المدرس في قسم الاقتصاد جامعة الكويت وعضو المجلس الأعلى للتخطيط. كما أشكر أخي زميلي يوسف إبراهيم لمشاركته في إدارة الحوار، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي معكم في حلقات قادمة. شكرا للأخوة المشاركين، وشكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء.